وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله. بنزين التوتال هنا داخل عند فيتن فيكس اهوت، يعني مستني دوري بس عشان ادخل. وانا داخل بالعربيه بقى فاكر ان هم يستقبلوني كده مركز صيانه بقى وهكلم. انا منتظرهم هنا ان عندهم عربيه برضه جوه شغالين عليها. اشمعنى بقى جيت هنا للبريدج ستون ده؟ انا في محطه توتال اللي في اول الهرم كده. المهم كنت رايح امبارح مشوار مع اهلي وكده، وبعدين مره واحده لقيت التاكسي بيقول لي ده فرد الكوتش العربيه اللي ورا نايمه. فبقول له انا حاسس برضه انه سامع صوت غريب. فالمهم نزلت لقيتها مش موجوده. ففضلت ماشي على الجنط كده لغايه ما وصلت المحطه ديت، واضطريت اغير بقى الكوتش خالص يعني. بس ده السبب ان انا جيت المحطه دي تحديدا يعني. بس كتجربتي ان فيت اند فيكس يعني تحديدا، فبحكي لكم التجربه. هنا هما بيعملوا ضبط الزوايا او ده الممر بتاعهم. وده كوريك الرافع نيتروجين. العربية سايبها تقريبا كوتشات غيرتش سنين، فغيرها دلوقتي ريدجستون. غيرت كوتشتين امبارح، واحدة منهم فرقعت الحمد لله. أنا هضطر لسه بغير التانية، فهبقى أنقل لكم بقى التجربة اللي حصلت معايا ايه النهاردة. من امبارح الصراحة هما معاملتهم كويسة جدا. في كمان لقيت خصم 10% للبطاريات، هي بطارية جديدة كده مع الكوتشات يعني. احكي لكم تاني اللي حصل. يا كولا ساعة ساعة أنا عايز أسوق. خلاص خلاص الحمد لله اللي جت على قد كده الحمد لله. امسي. إيه يا سعيد؟ خلاص يا أخي عيب بقى مش دي يا جدع، عيب احنا اخوات بقى. ده رزق جاي لك حطه في جيبك بقى واختش يعني. هات الباقي بقى. بس الميزه عندهم بقى في الصراحه اللي انا اكتشفتها، هو في فرق بره، فرق كاوتشات يعني على المكان المعتمد زي ده عن بره. بس الميزه ان انت هنا بيبقى بيقول لي في ضمان على البريجستون ديت 4 سنين في حاله عيوب صناعه انفجر بتاع، بتدخل لجنه فحص عندهم وبيقيموها ان هي يعني حصل عيب صناعه او حاجه سبب انفجار ليها لمده 4 سنين. ميزه تاني ان لو حصل اي خرم في نص طار الكاوتش بيلحموه تاني بالضمان. بس فنشوف. بس هما ناس كويسه. قلت اختم لكم بقائمه اسعارهم، واتمنى ليكم يوم جميل.